الفيضانات. كما تعلمون، فإن قارة آسيا ذات الجمال الطبيعي الأخاذ تعد أكبر قارة في العالم، كما تتميز بتنوع مناخها بين شرقها وغربها. أما بالنسبة لمنطقتنا غرب آسيا وآسيا الوسطى، فإنها لا تنعم بالكثير من الأمطار، إذ تعتبر في الواقع مناطق جافة أو شبه جافة إلى حد ما. وحقيقة، فإن متوسط هطول الأمطار السنوي في غرب آسيا وآسيا الوسطى يشكل ربع نسبة هطول الأمطار في العالم ككل، وهذه النسبة تعتبر قليلة جداً. وقد يبدو في واقع الأمر أن مشكلة الجفاف وشح المياه هي المشكلة الرئيسية في هذه المنطقة، إلا أن الجفاف والفيضانات وجهان لعملة واحدة، وكليهما من المشاكل المناخية الرئيسية التي تتعرض لها هذه المنطقة. فلنستعرض بعض أبرز الفيضانات الكبيرة التي حدثت في السنوات الأخيرة في منطقتنا الجافة وشبه الجافة. في عام 2010 للميلاد، غمرت المياه 20% من أراضي باكستان لمدة تقارب الشهرين، ونتيجة لذلك فقد تعطلت الحياة اليومية لأكثر من 200 مليون شخص، وأزهقت أرواح نحو 2000 شخص. كما أن هناك عددا من الفيضانات الأخرى التي اجتاحت المنطقة وتسببت في خسائر كبيرة، مثل الفيضانات التي حدثت عام 2019 للميلاد في جمهورية إيران وأفغانستان، والتي أدت إلى الكثير من الخسائر البشرية والمادية.